ودي علي، انت بكره زي دلوقت هتلبس الحته اللي على الحبل وتحطي لي جل في شعرك المنتف ده. منتف؟ ده انا حاطط جل كتير. منتف وتغير لونه ترجعه اسود، انا مش عاجبني المنظر ده. ما هنروح انا وانت لام رندا نطلبها. لا اطلب ام رندا ليه؟ لا 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 واد، انت هتستعبط؟ هي ام رندا برضو اللي حامل منك؟ ولا بنتها حامل مني؟ لا حامل من ابويا. علي لم نفسك وقصر ولم الدور، خلينا نلم القرف اللي انت عامله ده. هتتجوزها يعني هتتجوزها؟ هتتجوزها يوم الخميس. لا استنى، انا يوم الخميس مش فاضيه، يوم الجمعه. لا ابرق ريقك بقى كده، خميس ايه وجمعه ايه؟ حوار الجواز ده اصلا مش جاي معايا. نعم يا روح ماما، انت فاكرني جايباك هنا علشان احايلك ولا عشان استاذنك؟ لا انا جايباك عشان ابلغك باللي هيحصل. هتتجوزها يعني هتتجوزها، وبعدين اطمن انا هفضل في ظهرك. من الصدفة مش هتسيبك يا هبل، انا هفضل ورا امها لحد ما اقنعها انها توافق على الجواز من غير ما تعرف تفضل اللي بدل اللي انت عملتها بنتها. شكرا يا حماده. انت هتقعد ولا ايه؟ عفو. يلا على اوضتك وراك مذاكره. خلصت. وماله يا حبيبي، في الاعاده افاده. يلا روح راجع راجع، وانا هاجي اسمع لك وياك الاقيك مش حافظ. لا خلاص من غير ما تيجي وتراجعي، انا فاهم فاهم. ده ابنك ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت هتولع سجاير قدامي؟ ابني ده ايه؟ انا خلف البغل ده برضه. سامعك على فكره. غريبه يعني، بس كل المدرسه بتقول انك متجوزه. متجوزه ولا متطلقه؟ ايه يا واد؟ هو انت جاي تتدخل في خصوصياتي وحياتي الشخصيه ولا ايه؟ خلينا في بلواتك. هو انت مكبره الموضوع ليه؟ حبايه من الصيدليه والحوار يخلص. نهار اسود يا علي، نهار اسود. انت عايز تصلح الغلط بغلط؟ عايز تقتل ابنك؟ ضناك؟ ضنايا؟ هو لحق يبقى ضنايا؟ انا مش هينفع اتجوز، انا لسه عايز اشوف مستقبلي وعايز اخش كليه. جواز ايه؟ جواز ايه؟ لكن سفاله وقله ادب. عادي. وبعدين وماله؟ الطموح حلو، خش جامعه وخش دنيا. خش دنيا، بس ما اقدرش افتح بيت، ما اقدرش. لكن تقدر تضحك على بنات الناس، صح؟ وانا ضاربها على ايديها، مش كان بكيفها؟ تقليل الادب وسافر. هو انت تضربيني؟ اضربك وامدك على رجليك واقطعك حتت كمان. هتتجوزها وجزمه فوق رقبتك وفرح مالكش دعوه بيها نهائيا، وبطل تجيب لها القرف اللي انت بتجيبه. لو ما بعدتش عن فرح يا علي هذبحها. رحيني. فرخ انا اهو. علي علي استنى يا علي، استنى يا علي. في يا علي؟ ده مش صدفه، مش صدفه بتنصحك. هتخذلني يا علي؟ هتصغرني؟ وبعدين البنت الغلبانه، الغلبانه اللي بتحبك دي، دي سرقت امها عشانك. هنعمل ايه؟ نكسر قلبها؟ وبعدين افرض ان امها عرفت، افرض ان انا وقعت بلساني من غير ما اقصد وقلت لامها، هتعمل ايه؟ ما تقولي لها بنتها عندها خليها تروح تتصرف معاها. انا مالي؟ انت واطي وقذر يا علي. حصل. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.